معكم عبد الله الشلبي من ومضة تي في. احنا الحين في اليوم الثاني من الجلوبال انتربرنورشيب سمت، وياي الاخ تعرف له عن نفسك وعن الشركه اللي تسويها. اوكي، انا حسين السقاف، فاوندر وسي او جو اجازه. جو اجازه هي اول سوشيال ترافل بلاتفورم، شبكه سفر اجتماعيه للمسافرين العرب من منطقه الشرق الاوسط. احنا بنعمل اول اداه لتخطيط الرحلات، نوفرها للمسافرين العرب، فبكل سهوله المسافر ممكن من خلال اكسسنج الاب تبعنا في الايفون او الايباد او البي سي يعمل تخطيط لرحلته من الالف للياء بشكل يومي، الاكتيفيتيز اللي حيعملها بالاضافه الى الحجوزات كلها من مكان واحد. يعني حتى اقدر احجز تذكره الطياره والفندق عن طريقكم يعني؟ بالضبط، يعني انت تقدر تقول انه جو اجازه هو عباره عن تريب ادفايزر زائد booking.com وان اديشن لبلانينج تولز في مكان واحد. يعني ما شاء الله قاعد تحاولون تسهلون موضوع اللي هو الحجز وتخطيط حق الرحله وتحطون كل مكان كل شيء في مكان واحد يعني. بالضبط، يعني مثلا السيناريو الحالي خلنا ناخذ مثال منتدى العرب المسافرون، واحد من اكبر مصادر المعلومات، في اولموست 430 الف مسافر بيشاركوا رحلاتهم عبر الانترنت، شاركوا حوالي 5 مليون موضوع. لكن المشكلة انه لما انت كمستخدم وحابب تستفيد من المعلومات تقرأ رحلة، انك تطلع المعلومات من الفورم عملية جدا صعبة. تخيل انه الرحلة الواحدة لشخص واحد ممكن تكون 40 صفحة او 30 صفحة، فاحنا عملنا ميكس، احنا بنسهل عملية مشاركة الرحلة والشخص اللي حيسافر نسهل عليه عملية الحصول على المعلومات، يعني بيست بناء على تجارب المسافرين الآخرين. حسين انت الحين السي او، منو الفريق بعد اللي وياك؟ تعرفنا عليهم؟ اوكي، انا معي الكوفاوندر اخوي عبد الله، هو السي تي او في جو اجازه وهو ليدنج الفريق التقني، بالاضافه الى معنا باك اند ديفلوبر هو احمد الجندي، وايضا اليوزر انترفيس زياد شريف. هو كم واحد انت؟ خمسه. ما شاء الله. وين انتوا المقر الرئيسي حق شركه جو اجازه؟ الان اسسنا الشركه في القاهره في مصر. ما شاء الله. وخلال الازمات السياسيه وهذا بالفعل يعني، بس احنا لما جينا كان الوضع شويه اهدى، واكشلي دائما الاهل يتصلون، لكن هو يعني البيئه كويسه، يعني مظاهرات في مكانها وكذا. والميزه انه ليش احنا اخترنا في هذه المرحله نروح مصر، سهل في مصر انك تلاقي المواهب المبرمجين والديفلوبرز، وهذا اهم سبب. وبرضه انشاء الشركه والمصاريف في مصر اقل، لكن يعني احنا خطتنا المستقبليه مين اللي حيكون فريق التطوير موجود في مصر، والفريق البزنس حيكون بيست ان جي سي سي دبي او السعوديه ان شاء الله. هل انتوا الحين قاعد شلون قاعد تمولون المشروع اللي هو جو اجازه؟ احنا حصلنا على سيد فاندنج من فلات 6 لابس في القاهره، فهذا الكلام قبل 3 أشهر، وإحنا أوريدي يعني عملنا تطوير وعملنا هايرنج للتيم، وإن شاء الله راح ندخل في سكند فاينانشال راوند عشان رايز انفستمنت إن شاء الله خلال الشهر الجاي إن شاء الله. ما شاء الله. فأنت من أمتى يعني جت الفكرة؟ لما الحين أنت طبعا الحين جو إجازة مش لايف لسه ولا شو؟ جو إجازة إن شاء الله حتكون لايف، أداة التخطيط آخر هذا الشهر، آخر ديسمبر بإذن الله. وأداة مشاركة الرحلات أوريدي هي برايفت ألفا، وإحنا أرسلنا دعوات للإنترستد يوزرز وناخذ الفيدباك منهم قبل ما نطلقها فور بابليك إن شاء الله. إيش كثر خذت وقت من بداية الفكرة إلى الطرح اللي إن شاء الله راح يكون خلال أسبوعين تقريبا؟ هي حقيقة فكرة جو إجازة لها أكثر من سنة، يعني أنا حسيت عانيت من الموضوع لما بدأت أخطط لسفرتي، فاكتشفت أنه مصدر هو المنتديات، لكن جلست أنا مسافر 3 أيام وأخذت أسبوع عشان أعرف إيش هي الأماكن، طبعا بالعربي، فأنا أدور على إكسبيرينس المسافرين العرب، فمن هنا جاءت السبارك تبع جو إجازة وقررنا أن نبدأ بالموضوع. فكان بدأت أنا وعبد الله بمستوى بسيط، وكنا لسه ملتزمين بأعمالنا، عبد الله كان رئيس قسم في كلية المجتمع وأنا أصلا ميديكال ريبريزنتيتف في شركة انترناشنال فور ميديسين، أصلا ماي باك جراوند از فارماسي. فبدأنا لكن حسينا أنه إذا ما تفرغنا ما حنقدر نبني البرودكت،
فاتخذنا القرار ان نتفرغ وكويت اور جوبز وي موفد ان. اكشولي احنا احتجنا من ساعه ما عملنا الموك اب الى النسخه الاوليه حوالي 4 أو 5 شهور. وانتم الحين شنو ما شاء الله يعني عندكم على الايفون وعندكم على الويب سايت وعندكم على الايباد، هل راح يكون كل اللانش يعني اللي هو انه تبتدي كله مع بعض او راح يكون على مراحل؟ النسخة الأولية اللي حنطلقها آخر الشهر هذا حتكون هي ويب أبليكيشن أكسسبل وهي مخصصة لكل جهاز، يعني أنت لما حتدخل على الجو إجازة من الآيفون حتكون مخصصة للآيفون غير الإكسبيرينس اللي حتشوفها في البي سي. وإن شاء الله في الربع الأول من 2013 راح يكون في تطبيق مخصص للآيفون والأندرويد إن شاء الله إنكلودينج الآيباد طبعا. تعرف إن الحين أنا عندي آسف شركتي فيش فيش مي، زين احنا نظل ننظم رحلات حق الصيد السمك، هل اقدر تساعدني بموضوعنا ولا شو اسمه نشتغل مع بعض؟ يعني احنا اصلا زي ما ذكرت لك احنا بنوفر حجوزات للفنادق، ايضا التورست اكتيفيتيز احنا بنوفرها، فاكيد حيكون بيننا تعاون، يعني انت حتكون استبلاير للفيشنج تريبس اكيد. ماشي، يعطيك الف عافيه والله، وفقكم ان شاء الله احسن. يلا شكرا على